بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وبارك العظم على اله وصحبه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين بكل لمحه ونفسه عابده ما وسع علم الله. ربنا اغفر ذنوبنا واغفر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يؤذيك املنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاه ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يسرنا باليسرى وجنبنا العسرى، خذ بايدينا اليك قبل الاكرام عليك، اللهم قوي في رضاك ضعفنا وصدق خيرنا وفينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وفحل الرجال. اللهم اعافنا في ابداننا، واعافنا في اسماعنا، واعافنا في اقطارنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. استر علومنا وبلغنا مما يرضيك املنا. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين. اللهم بارك لنا فيما اقمتنا فيه، واعنا فيما اقمتنا فيه، وقف بايدينا مما اقمتنا فيه بما اقمتنا فيه، ولا تحجبنا عنك بشيء يا رب العالمين، وقف بيننا وبين غيرك حتى لا من شاهد في الكون الا برحمتك وبرك. وما بكم من نعمه من الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. فقهنا يا ربي بقولها، وانفعنا يا ربي بقولها، واجعلنا من خيار اهلها. امين امين امين. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل ما بداناه في مقدمه على موضوع الربا في البيوع، وهي من ضمن العقود الفاسده التي بين الشرع انها من المحرمات الكبائر، بل كان الربا محرما على كل الشرائع السابقه، لان الله سبحانه وتعالى بين الشرائع السابقه انهم ايضا نهوا عن الربا في الشرائع السابقه. ومن قرا القران وطلع ذلك يعلم كثيرا، ويكون الربا وقد نهوا عنه في الكلام ده في بني اسرائيل. وكذلك فدل على ان الربا من يعني من المحرمات حتى في الشرائع السابقه، ولم يكن منصوصا بشريعه نبينا صلى الله عليه واله وسلم، وان كان جاء في شرع نبينا مزيد من التفصيل والبيان في هذا المجال المجمل الذي ما زال محل خلاف بين الفقهاء. ما هي عله الربا؟ وما هو اصله؟ وكيف توقيفه؟ وغير ذلك كما بينا. قرانا ما قاله المصنف القاضي ابي شجاع والشارح اللي هو ابن قاسم الغزي في فصل في الربا، ونقرا اليوم حاشيه الشيخ ابراهيم الزيدوري على ما قراناه في الجلسه الماضيه. يقول فصل في الربا، وهذا في فقه الساده الشافعيه. يبقى الربا اللي هنقراه هنا ده في الساده الشافعيه، وليس هو كل الربا الذي يعرفه المسلمون، فقد اختلفوا في عله الربا في اختلاف جلي كبير كما وضحنا في المقدمه. ولذا لا تبيض فهمك في الربا على مذهب واحد، حتى لا تسيء الظن ببقيه علماء المسلمين، ولا تسيء الظن ايضا بعوام المسلمين في التعاملات المختلفه. نقرا الربا اليوم على مذهب الشافعيه الذين راوا ان الربا لا يكون الا في كل مطعوم او في النقدين الذهب والفضه في الكتب، وكل مطعوم سواء كان هذا المطعوم فود أو كان فاكهة أو كان تداويا، وسواء كان هذا المطعوم موزون أو متين. فالعلة ليست في الكيل والوزن، بل العلة الطعمية عند الشافعية، والعلة النقدية، العلة النقدية والطعمية، والنقدية مقصود الذهبية والفضية، ومقصود بالطعمية هو كل ما يطعمه الآدم فيأكله مطعوم الحيوان فلا يأكل فيه الربا. فمطعوم الحيوان يتمكن بلوم من بشر الدم. وهناك من نظر ان العله غير متعديه. العله غير متعديه يعني لا يقاس عليها، زي عثمان البكي وعطاء بن رباح وزي داوود الظاهري، فقالوا ان الربا لا يكون الا في الاصناف السته التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا يتعداه، يكون في الذهب او الفضه او التمر او الملح او البر او الشعير، هذه ما يتعداه ده مذهب من المذاهب. ولكن المذاهب الاربعه قالوا يتعدى لانهم قالوا القياس. طيب لم يتعدى وقلنا بالقياس الذي نبحث عن عله، ايه العله في الاناس دي؟ فبعض العلماء قال العله هي السكوت والادخار والنقديه كالمانكين، فكل قوت مدخر او نقدين كالفضه والذهب يكون جنس الجوهر عند المالكين. الشافعيه قالوا لا، العله القرانيه وليس قوت الادخار، لان الملك ليس بالقوت، الملك ليس بالقوت ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا ليس بالقوت ولكنه ستقوت وعلم ونص عليه، فليس العله هي القوت ولا الادخار، بل العله مطلق الصوم. الاحناف قالوا لا، العله لا كده ولا كده، بل العله السيد والوزن، لان كل هذه الانصاف تكيد تكال وتوهم، فاذا العله كل ما يكال ويوهم فادخلوا في الربا حتى ما لم يطعم كالنوره والزبد والاسمنت وغيره والحنيف، اي حاجه تقول لك كده تقول فهمت بقى. الحنابله رايان، راي كالشافعيه أو ثلاث آراء، رأي كالشافعية ورأي كالأحناف ورأي رجحه ابن القيم وابن تيمية أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فكل ما يؤخذ ثمنا يدخل فيها علة الربا فأدخل الأوراق المالية أنها جنس الربا لأنها ثمنية، كويس؟ فقالوا العلة الثمنية، ولكن يرد عليهم بجد كثيرة وفقاء ردوا عليهم، وإن شاء الله في كتيب صغير كده كنت عددته سنة حوالي 96 تبعت هذا الموضوع واطلع عليه الدكتور ناصر فريد وقت كان ايام امر في الجمهوريه، وكان مقرر علينا هذا البحث اليوم كنت بدرس دراسات عليا في الشريعه، فان شاء الله يعني انا كلفت الاستاذ اشرف عبدي ان هو يعيد كتابته بطريقه منظمه، وان شاء الله هننشره عليه باذن الله عشان تفهم الردود بحيث على العلل دي كلها واراء هؤلاء العلماء كلها كيف انها قابله للمناقشه وما زال البحث مستمر. ولذا ما فيش حاجه اسمها اجماع المسلمين وده الشيخ ده احل الربا يبقى كافر زي ما بيقولوا كده بعض الفضائيين. ما فيش حاجه في الموضوع ده اصلا. الاجماع ان الربا حرام لكن توصيفه مختلف. وده ما نحن مصابين عليه. توصيف نفسه بقى مختلف. فما يراه ربا بعض العلماء لا يراه ربا بعض العلماء الاقل، وهما الاثنين متفقين ان الربا حرام. بس ده يرى ان الربا مش في المكان ده والثاني يرى ان في الربا، فده يحل هذا والثاني لا يحل. مش معنى احل الربا احل الصوره دي انها ليست ربا. ودي نقطه تامه لان اساء الناس لظن العلماء المسلمين كثيرا. نتكلم بقى على الربا في فقه الشافعيه الذين راوا ان الربا لا يدخله الا في القرض او في الاجناس الربويه اللي هي النقدين والطعام. طعام الادم واضح؟ فنشوف بقى كلام الشافعي. فصل في الربا، ولفظ فصل ساقط من بعض النسخ، والمقصود من هذا الفصل بيان بيع الربوي وما يعتبر فيه من الشروط زياده على ما مر. احنا قايلين في شروط المبيع قبل كده كتير، انه يكون طاهر ويكون منتفع به ويكون مملوك مشكله ويكون حاضر ويكون معلوم مفيش جهاله وهكذا. الشروط اللي احنا قلناها في البداية يضاف بقى في الربا في الاجناس الربويه شروط اخرى حتى ايه تتبرا فيها من الربا، اللي هي شروط التقابل والتنازل والحلول. ان كان جنس ربوي بمثله، اذا كان الجنس الربوي بمثله بنفس جنسه واختلف في النوع يبقى اشترط ثلاث شروط، التماثل والتقابل والحلول. طب اذا اختلف الجنس، اختلف الجنس يبقى يدخل شرط التماثل. إذا اختلف الجنس والعدة، اختلفوا في الجنس والعدة يبقى يدخل كل الشروط. سهل كبيع الذهب مثلا بالبر. الذهب نفس الربو والبر نفس الربو اللي هو اللي هو القمح يعني البر اللي هو القمح. طيب القمح ده جنس ربوي والذهب جنس ربوي، فأنا هشتري قمح بذهب. فاختلف إيه؟ الجنس. واختلفوا في العلة، العلة في البر الطعام الطعمية، والعلة في الذهب النقدية.
فاختلفوا في الجنس واختلفوا في العلم. يبقى ادعوا كيفما شئتم، يقول استقال سماد، يقول عدم التقابل، يقول بالاجل، يقول كل حاجه بقى. هذا من العرض والقصد، لان بالرغم من هذه النفس الهويه الا انهم اختلفوا في الجنس واختلفوا في العلم، فادعوا كيفما شئتم. طيب اذا اتفقوا في العلم واختلفوا في الجنس كبر بشعير، الاثنين تعب لكن الجنس اختلف، يبقى يدخل شرط التقابل التماثل ويجوز التقابل، لكن يبقى شرطين التقابل والحلول، فلا يجوز النساء ولا يجوز تاخير احد البدلين. واضح؟ والا نقع في الربا. ده كلام الشافعي. فهمت المساله؟ الكلام ده احنا بنقوله مراجعه للي سابق، يعني جلسه الجلسه السابقه هي الكلام ده سهل، لكن دي مجرد مراجعه. فهنشوف هنا بقى ايه كلام الشيخ. والمقصود من هذا الفصل بيان بيع الربوي وما يعتبر فيه من الشروط زياده على ما مر. يبقى يجوز ان انا ابيع واشتري الجنس الربوي، يجوز، بس بشروط زائده على عقد المزيد. فهمت بقى؟ يبقى مش كله جنس لو يحرم ان انا اشتريه، لا اشتريه كل حاجه، لكن بشروط زائده احتياطا حتى لا اقاطعه. وهو يعني الربا من اكبر الكبائر، يعني حكمه انه حرام من اكبر الكبائر. فإن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ثم الزنا، ثم الربا، وما أشبه حقوق الوالدين. مين مش عارف؟ كان حق يفكر حقوق الوالدين، لأن برضه منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة أنها من أكبر الكبائر، بل بعد الشرك بالله كمان. بعضهم حطها بعد الشرك بالله، وبعضهم حطها بعد قتل النفس. يعني بعضهم حطها بين الشرك بالله وقتل النفس، وبعضهم حط بر الوالدين حقوق الوالدين بعد قتل النفس. واخد بالك؟ يعني مهمه تذكر من ضمن اكبر الكلام الشرك بالله، حقوق الوالدين، قتل النفس، الزنا، والربا. هي دي الحاجات اللي هي من اكبر الكلام. ثم الزنا ثم الربا. ولم يحل في شريعه قط لقوله تعالى واخذهم الربا وقد نهوا عنه، اي في الكتب السابقه، فهو من الشرائع القديمة. ولم يؤذن الله تعالى في كتابه بالحرب سوى آكله، يعني ربنا ما قالش أنا هحارب أي حد من عبادي إلا آكل الربا. خد بالك، ومعادي الأولياء ما قالهاش هنا. شوف بقى إحنا ممكن نحشي، عرفت بقى كل ما تعرف تحشي تعمل حشي على حشي، لان هنا ما قالهاش لكنها وردت الحديث، فاتت عليه. يبقى كل واحد ممكن تفوت عليه، لو كان الشيخ هو بيكتبها كان حد يذكره كان كتب. لان خد بالك، عارف الحواشي دي بتتكتب ازاي؟ المشايخ تقعد تشرح وتلامذتهم يكتبوا على كلامهم، وبعدين يعرضوا على الشيخ يقول له اطبعوا. لان يبقى هو قاعد يشرح، ده هو قاعد يشرح وتلامذته تكتب وراه، وبعد ما يكتبوا وراه يعرضوا عليه، نطبعه يا عم الشيخ، يقول لهم اطبعوه ده الاسم. فتتبع الحكي والصلاة زي ما هي الا في روحهم. فعلشان كده قد يفوت بعض الاشياء زي اي واحد هو بيتكلم ممكن ايه. وعشان كده قابل انك انت تستدرك على الشيخ، مش معنى كده انك انت اعلم من الشيخ، لا، ان بس الشيخ وهو بيشرح قد تتوه هذا الامر بس، لكن مش معناه ان هو ما يعرفوش، لا يعرفه. احنا ممكن هنا يفردوا المسلمين ويقولوا هو قد ايه في كتابه. في كتابه. طب ما احنا عندنا الكتاب كتابان، السنه برضه كتاب الله. احنا السنه كده، ان نحن نزلنا الذكر وان لولا حافظون الذكر والكتاب والسنه. تعريف الذكر هنا والكتاب والسنه، زي ما ربنا حافظ القران حافظ السنه. كده برضه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوتيت الكتاب ومثله معه والروايه مثليه معه. مثليه معه، لان ما السنه هي الا تفسير القران. بلغه المعاصرين يقول لك المذكره التفسيريه للقران هي سنه النبي وسيرته. دي المذكره التفسيريه للقران. شوف سيره النبي وشوف كلامه وشوف تقريراته وتلاقي تفسير القران. كده مثلا. يبقى ولم يؤذن الله تعالى في الكتاب بالحرب سوى اكله، وكذا معادي الاولياء. ولذا قيل انه يدل على سوء الخاتمه والعياذ بالله. بالله تعالى، ولما ربنا يحارب واحد معناه كسوء خاتمه. خد بالك. ربنا ينجينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده.
والذي في مسلم وشاهديه. طيب مسلم قال لك شاهديه بصيغة التثنية، ويمكن ترجيح الأول ليشاهده بجعله مفردا مضافا فيعم الشاهدين، لأن المفرد المضاف يعم، فنقول شاهده يعني شاهدين، لأن دي مفرد مضاف فيعم الشاهد الشهود دي. بل والأكثر يعني أكثر كمان من الشاهدين، كل اللي يشهدوا العقل لو كانوا أكثر من اثنين كمان يبقوا إيه برضه ملعونين. وهو أربعة أقسام. احنا قلنا ان الشروط الربا شروط الاجناس الربويه ان كانت بنفس الجنس تبادل بنفس الجنس يشترط ايه التماثل، فان سقط شرط التماثل يجي ربا الفرد، والتقابض ان لم يحدث التقابض يبقى ربا اليد، والحلول ان لم يحدث الحلول يبقى النسيئه. يبقى عندي ثلاث انواع ربا اهو، والرابع الفرد اللي هو ربا الجاهليه ربا النسيئه، ربا الجاهليه اللي هو ربا الفرد ربا الدين، سموه ربا الجاهليه ربا الدين ربا القرن كلها. يبقى عندي اربع انواع ربا. الاحناف عندهم ثلاث انواع لان ما عندهمش حاجه اسمها ربا اليد. يبقى الاحناف ما عندهمش حاجه اسمها ربا اليد، ربا اليد ده عند الشافعيه بس مش عند الاحناف. واضح؟ يبقى الربا ثلاث انواع عند الاحناف اربع انواع عند الشافعيه. فهمت بقى؟ مش كده وبس. ده الاحناف عندهم انك انت تعمل التراضي في بلاد الكفار، يجوز لك ان تراضي في بلاد الكفار، فالربا يشترط فيه ان يكون حراما في بلاد المسلمين، اما في بلاد الكفار فيجوز التعامل بالربا كمان. يعني اشترط الدار في الحل والحرم الاحناف، ولن يشترط هذا احد الا الاب الروحاني. كويس؟ فعنده مثلا التعامل بالربا في اوروبا وامريكا للمسلمين المقيمين هناك جائز، يقترب ويتعامل مع الجنود. شفت ازاي؟ فده ييسر هذا المنظر، ييسر اللي عايشين هناك، لان هناك مش هيقدر يغير السياسه النقديه في البلاد، مش هيقدر يغير السياسه الاقتصاديه. فلو قلت له ما تتعاملش بالربا خالص هتضيق عليه عيش، مش هيعرف ايه. فهمت؟ فلما تكتب مذهب ابو حنيفه يبقى حلو بالنسبه له، يبقى واضح. لكن عند الشافعية لا، الربا حرام في كل البلاد، في كل المكان، في كل الأماكن، مع المسلم ومع الكافر. في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، حرام مطلق. واضح؟ ده الشافعية والمالكية والحنابلة. أبو حنيفة لا، وأدلة أبو حنيفة أنا رأيي إنها قوية. لأن الشافعية الدعم الإمام أبو حنيفة استدل بحديث الضعيف، لكن الإمام أبو حنيفة حتى لو استدل بهذا الحديث الضعيف لكن في استدلال آخر غاب عليهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الربا الا بعد فتح مكه، وكان يعرف ان عمه العباس اللي هو اسلم من بدر كان يتعامل بالربا. العباس عم النبي كان يتعامل بالربا في مكه، وكان اسلم من ساعه بدر، وفتح مكه بعد بدر كان بحوالي 6 سنوات. يعني يتعامل بالربا 6 سنين، وعارف انه بيتعامل بالربا لان مكه برضه. فلما فتح مكه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا اشهدكم ان كل ربا موضوع تحت قدمي هذه، واول ما اضع ربا عمي العباس. كان عارف ان عمي العباس كان لان مكه صارت دار اسلام فتحرم الربا. لما كانت دار حرب النبي سافر. فهمت بقى؟ ده دليل قوي للاحناف لم يذكروه، لم يذكروه، هم ذكروا حديث ضعيف. فالشافعيه رد عليهم قال لهم ده حديث ضعيف، يبقى روح. لكن لو استفادوا من السيره اخذ، لأن يعني سيرة النبي إذا تكرر حال المسلمين وصاروا ضعاف مرة أخرى، واخد بالك، هترجع تاني بالتدرج التشريعي مطلوب. لكن لما يبقى المسلمين صاروا دولة كبيرة يبقى مش محتاج تدرج تشريعي. فالإسلام نفسه في طرق تطبيقه بياخد صور، المسلمين مستضعفين ولا متفرقين ولا أقوياء ولا لهم دولة ولا ليس لهم دولة، لهم حاكم ولا ليس لهم حاكم. فانت مسلم على كل هذه الاوضاع، طب ازاي تنفذ اسلامك على كل هذه الاوضاع؟ تختلف الاحوال والاحكام باختلاف هذا كله. فلما يبقى لينا خليفه هيبقى لينا احكام، غير ما يبقى مالناش خليفه. ولما يبقى لينا حاكم يحكمنا بالاسلام، واخد بالك، شرع الاسلام، غير ما يبقى لينا حاكم ما بيحكمناش بشرع الاسلام، وهكذا. في نفس الوقت نحب المسلمين برضه زي تركيا بيحكموا دلوقتي بغير الاسلام، لكن الاتراك نفسهم كافراد مسلمين. لكن ما تقدرش تقول ان الدوله التركيه الحكومه التركيه حكومه اسلاميه.
لكن ما تقدرش ايضا تقول ان المواطن التركي مواطن كافر. المواطن نفسه الفرد نفسه قد يكون مسلم ولكن اسلامه يختلف تطبيقه في فروع كثيره باختلاف حال الاسلام كفكر امه مش كفكر فرد. لا الجهاد مثلا ده الجهاد في سبيل الله الحرب ده فكر امه، لكن على مستوى الافراد ما ينفعش اجاهد ازاي انا اروح اعمل جيش لوحدي اطلع انا كده بالسلاح ودبابه لوحدي بدخل كده ارض البلاد لوحدي بدبابه اروح اشتري دبابه واطلع ما ينفعش اجاهد ازاي. يعني الجهاد ده فكر امه، عايز قياده وعايز استراتيجيه وعايز دوله وعايز جيش وعايز موارد وعايز خطط وعايز اتفاقيات دوليه وعايز حاجات كتيره كتيره ما يستطيعش المسلم الفرد، لكن يستطيع المسلم كأمة. إذا اختفت الأمة وصار فرض المسلم سقط عنه فرض الجهاد بقى خلاص الوقت. واضح؟ سقط عنه فرض الجهاد، مش ارتفع حكم الجهاد، لا، احنا بس تتأجل. مش خلاص ما بقاش في جهاد، لا في جهاد بس لما يأتي وقته. لأن لو ما بقاش في جهاد يبقى كفر، لأن آيات القرآن كلها فيها جهاد. لكن يقول بس ايه لما ياتي وقت زي المسلمين في مكه ما كانش الجهاد مستضعفين كده، لو كانوا مسلمين ولا كفار كانوا مسلمين ومن غير جهاد ومن غير سيف، لما صار لهم دوله فعليهم جهاد وسيف. عادت الامور من الاول، يبقى نرجع تاني من الاول. فعشان كده سيره النبي لابد ان تراعى علشان يستطيع المسلم كفار وكدوله يعرف كيف يمثل احكام الفقهيه المتعلقه بفقه الامه وبفقه الفرد وبفقه الجماعه. ودي حته يعني لا تدرس في الارض الا هذا العلم الذي مدرس من اول في الارض، ان هو يقدم هذه الامور بين الفقهيه. يعني باب الزكاه ده فقه الامه، لازم الحاكم هو اللي يلم الزكاه مثلا، لكن اذا الحاكم ما بقاش يلمها طب ازاي يبرئ المسلم ذمته؟ يبرئ ذمته ويخرجها بمعرفته فقط مؤقتا لحين ما يقوم الحاكم بجمعها. يبقى لما بيخرج البزاني الزكاه في هذا الزمان تبريعا للذمه، ولكن مش هي دي الزكاه اللي ربنا فرضها. الزكاه اللي ربنا فرضها بتتجمع في وعاء واحد ينفقها الحاكم على فقراء المسلمين بطريقه تزيل الفقر عن الفقير وترفع الفقير من فقر الى الغنى. لكن الزكاه على مستوى الافراد تخلي الفقير يزداد فقرا وعدد الفقراء يزداد سنه بعد سنه، وده اللي احنا عاملين فيه. واضح؟ فعلينا ان احنا ناخد بالنا من كده. عشان كده الامام ابو حنيفه يقول ايه؟ ان المسلم لو عاش في بلاد الكفار له ان يتعامل بالربا، لانه لا سلطه له ان يغير النظام الاقتصادي العام، ما يستطيعش. واذا امرته يبقى هو الوحيد الخسران. يبقى بيضيع فلوسه، يبقى انت خليته يضيع فلوسه والكافر يستثمر فلوسه. فاحسن نرجع تاني لسيره النبي. قبل فتح مكه كان يترك الصحابه تتعامل بالربا لان الدار لا تكون دار حرب في دار الاسلام، فلما صارت دار الاسلام يبقى المسلم اللي في اوروبا لما يجي بلاد المسلمين في مصر ما يتعاملش بالربا، حرام عليه يجي بلاد المسلمين. لكن لو راح امريكا له ان يتعامل، له ان يتعامل، افرض حد ينزل نفسه لا باس ينزل نفسه ما تتعاملش. لكن لو تعامل ما تعرفش تبين. واضح؟ افرض واحد مش مقتنع يقول لك لا بس انا ما يجراش حاجه، ده من باب الورع وليس من باب الفقه، وباب الورع اضيق من باب الفقه، باب الفقه واسع، باب الورع اضيق. واضح؟ ولما تخش انت من باب الورع ما تتهمش من يسير في باب الفقه انه فاسق فاجر متعامل بالربا، لا، سيبه مسلم اخوك حبيبك بس. واضح؟ فكل الامور دي لازم ناخد بالنا منها عند ايه فهم هذا الباب. وهو اربعه اقسام. ربا الفضل وهو بيع الربا بجنسه، شوف بيع الربا بجنسه، ذهب بذهب، بر ببر، قطه بقطه، ملح بملح، مقيده، يعني الربا بجنسه. واضح؟ مع زياده في احد العوضين، يعني مع عدم تحقق شرط التماسك. مع زياده في احد العوضين يعني مع عدم تحقق شرط التماسك. دي بيسموه ربا الفضل. وربا اليد ايه هو؟ النوع الثاني بقى، وهو بيع الربويين ولو مختلف الجنس مع تاثير القبض لهما او لاحدهما عن المجلس. نصب اليد لليد علشان اليد تربط بيها، تقبض بيها المبيع باليد.
سموه التقابض. طب ربا اليمن ده امتى؟ لما تشتري ربوي بمثله او بجنس اخر ربوي ولا يتم التقابض في العقد. حال الوقت العقد يا اما لا يتم التقابض الاثنين البدلين او تاخر في احدهم، واضح؟ يا اما الايدين الاثنين ايد البائع والمشتري لم تنشغل بقبض المبيع ولا الثمن ولا المقابل، او احد اليدين لم تقبض. يبقى في الحاله دي يسموه ايه؟ ربا اليمن. اذا كان جنس ربوي بجنسه او بجنس الربوي الاخر، واضح؟ ثم الربا الثالث. ايوه طبعا. ما احنا عايزين هنا لما يبقى ربا، الربا الجنس والعلم يختلف الجنس لكن تتحد العلم، يبقى يشترط التقابض. لكن لو اختلف الجنس والعله يروح يسمى كده. انما هنا جنس ربوي بجنس الربوي الاخر مع اتحاد العله عشان تتوفر فيه ربا اليد، وده عند الشافعيه بس ربا اليد مش عند الاحناف. وربا النساء بفتح النون والمد، وهو بيع الربويين ولو مختلف الجنس مع اجل ولو لحظه. لما يبقى مشروط اجل في العقد، ولو الاجل ده تقول له ولو بعد ساعه، واخد بالك؟ يسموا ربا النسيئه، لان النسيء هو التاجيل. يبقى لما تشتري ربوي بمثله متحد العله ومختلف الجنس، او متحد العله والجنس وفي اجل، يبقى ده عقد ربوي يسموه ربا النسيئه. ولو توفر فيه التقابض، وتوفر فيه ايه؟ التقابض يعني ايه؟ يعني اليد باليد، وتوفر فيه التماس. لكن طالما شرط الاجل يبقى ده عقد ربا النسيئه، واضح؟ ولو مختلف الجنس مع اجل ولو لحظه، تكتب مختلف الجنس وتكتب والعله كمان. يجي بعد كده الربا ايه؟ الرابع، وربا القرن. معلش ممكن يكتب على ربا اليد. ربا اليد؟ اما اقول لك مثلا تاخد طن قمح جيزه بطن قمح مثلا بحيره، ده نوع ولا نوع؟ ده مزبوط في الجيزه وده مزبوط في البحيره. ده ليه؟ ده حاجه كويسه لكنه قمح وده قمح. واحنا ايه؟ قلت طن الطن حلو كويس، وبعدين ايه؟ حاجه في الاثنين. يا قلنا بعد ما اتفقنا على العقد ده ان انا هجيبه لك بكره وانت تجيبه لي بكره، يبقى ده دخل يد ونسيج، ده ربا يد ونسيج لان مفيش تقابض وفي اجل. كويس؟ طيب لو اديتك انا الطن بتاعي وانت قلت لي على ما توصل البيت هيوصل لك الطن بتاعي، يبقى ده ربا اليد لان ايه؟ تاخر عوض احد البدلين. يعني قبضت انا دلوقتي لكن هرد لك لازم زي ما قبضت انت دلوقتي انا اقبض دلوقتي. طيب او احنا الاثنين ما قبضناش دلوقتي، يبقى تاخر البدلين او احدهم. واضح؟ ده ربا اليد. لو شرطنا بقى في العقد ان بعد يوم بقى كمان دخل في ربا النسيئة، بقى نوعين ربا في عقد واحد. واضح؟ سهلة. سهلة خالص. وربا القرض. ربا القرض اللي هو ربا الدين، اللي هو ربا الجاهلية المعروف. يعني هو قصدي كلمة الربويات يعني كلمة من الأصناف الستة. من الأجناس الربوية. من الأجناس الربوية. اللي احنا قلنا عليها كل مطعوم ونقضيه عند الشركة. وربا القرض وهو كل قرض جرى نفعا للمقرض غير نحو رهن، لكن لا يكون عندنا الا عند الشافعيه. عندنا كل قرض جرى نفع وهو ربا اذا شرط النفع، فان لم يشترط ليس بربا. واضح؟ لكن في بعض المذاهب الثانيه يقول لك لا، شرط او لم يشترط ربا طالما انتفع. واضح الكلام؟ خد بالك، يبقى دي تروح لتقييد في صوره واحده، تقييد يقول لك ربا، واحد ثاني يقول لك مش ربا.
وهي الصوره واحده. افهم الحكايه عشان توسع صدرك، عشان تعرف ان فقهاء المسلمين يختلفوا في توصيف كل صوره على حده، وتفضل الامور كده طول عمرها، لان لا يوصفها الطريقه ولا يوصفها الطريقه. وعلى قدر توصيف كل تفصيل ودقته على قدر اصابته للحق من عدمه. وبذلك فليتنافس المكذبون، وذكرت يتمايز العلماء. يبقى ده دقيق النظر والثاني مش دقيق النظر، واحد ثاني مفتوح عليه والثاني مش مفتوح عليه، ده يمكن ده على حسب ما يعرف يوظف. من القرض لم يجر نفع، القرض لم يجر نفع، القرض الذي لا يجر نفع، يعني ان كان ان انا اقرضتك شيء تديني نفس الشيء ده، وانا ما استفدتش بحاجه ازيد من اللي بتقوله، لان القرض مبناه اصلا هي المواساه مش مبناه الدفاع، ده مبناه ان انا اواسيك واقضي حقك، يعني في نوع من القربة. فلو لو صار القرض مجرد النفع صار كانه بالظبط تجاره، ان انا بستغل حقك، بستغل حقك، يعني انا بتاجر في احتياجك واقرضك واصرف عليك تزودني، يبقى انا كده بتاجر في احتياج الناس حرام. لكن افرض ان انا اقرضتك وانت شفتني ان انا ايه يعني وقفت جنبك كده حاجه كويسه وما شرطتش عليك حاجه، فبقيت كل ما تقابلني تعلمني على جدي وحلو. أو دي عند الشافعية حلال بلاد، وعند غيرهم أولى بالشك في ذاك الله أنا خارج، لأن لو كذب يبقى لا بد أن تكتب ذلك لحد ما تسدد ديونك، بعد ما تسدد دينك ليه بقى عازمني. لكن طول ما قدمت ذمتك وكل ما تقابلني تعزمني أو تجيب لي حاجة ساعة، أو ده بقى قرض جبر نفسك وهو ربا عند مذاهب ثانية. واضح؟ لكن عند الشافعية عادي كل ما فيش مشاكل، لأن أنت ما شرطتش في العقد، ده حسن عشرة. واضح؟ فهمت إزاي إن المسلمين تتفاوت في التعامل وهم كلهم مسلمين حلوين وكلهم عايزين رضا الله ورسوله، لكن يتفاوتوا في توصيف الإيه؟ الأمور الفرعية كتير أيضا. إذا كان النفع معنوية، كان مثلا اشترط لا، احنا هنا في العقود، في العقود كلها لازم يكون النفع مادي، ولو ثبت ان يعلمه شيء وهذا التعليم كان بمقابل مادي يبقى برضه قرض نفع، لازم يديله اجره وما ياخدهاش مقابل القرض. اذا كان اللي بيعلم القران ده بياخد اجر فاقترض مني، فانا قلت له الحين ما استنتجت القرض بتاعك لمده سنه علمني القراءات، او ده قرض نفع عند الشافعيه، لان هو لو كان هيعلمني كنت هديله اجر، بياخد في الحصه 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه، فهو هيعلمني مش هتعب، يبقى قرض جار نفع. واضح؟ ما احنا قايلين ان التعليم ده نفع لانه يترجم بمال. مش الرسول صلى الله عليه وسلم جوز واحد بانه يعلمها القران فاعتبر ان تعليم القران ده مهر، والمهر متمول ولا مش متمول؟ طيب يبقى غير نفسه. لكن هو حسن عشرته هو اصلا حافظ القران وعالم في القران، وبعدين ايه لما لقاك وقفت جنبه فبقى ايه كل ما يقابلك يقول لك انا هعلمك القران، لكن انت ما صرفتش عليه. جاء عند الشافعي فاشل، لكن لما تصرف عليه تقول له هديك ال 10,000 جنيه دي بس بشرط تعلمني القراءات العشر على ما تسددها لي. اهو ده بقى ليه بس؟ ليه بقى؟ لكن هو علمها لك من نفسه وانت ما شرطتش. ياه. واضح؟ واحد يستلف منك مثلا العجله بتاعته. مثلا. يقول لك بس بشرط هحذفها لك كل يوم، لكن تجيب العيش للعيال الظهر وانت راجع. كل يوم تجيب للعيال العيش. على العجله. اهو ده فرض جر نفع. شرط. ما ينفعش. وان كان حاجه بسيطه تافهه. لكن ربح. لان انت اقرضت الشيء ده علشان من باب المواساه مش من باب انك تكلفه حاجه ثانيه. بص دي باب مواساه، دي اخلاق حلوه للمسلمين مع بعضهم، مش هكلفه حاجه فوق. وربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن، لكن لا يحرم عندنا الا اذا شرط في عقده. يقول له انا هقرضك بس بشرط تدعي لي. لا ما ينفعش، عيب. انت اديها له كده، تقول له ربنا يعينك على ذلك بس، السلام عليكم. هو ما يدعي لك ما يدعي لك بقى، هو ربنا مصطلح.
ما تشترطش حاجه. يعني الخلاصه عندما تقرض انسان لا تشترط شيء. هو المسلم عايز الشرع عايز تبقى راجل ايه؟ بلغه العصر جنتلمان. باللغه القديمه راجل فارس. الفارس ده كان يضر نفسه من اجل مصلحه الناس. ده كان بفروسيه. بلغه الصوفيه فتوه. يقول لك كده على فكره. عنده المقام الفتوه ده مقام الفتوه ايه؟ انك انت تضر نفسك من اجل نفع الناس. وما تطلبش منه شيء ولا تذكره انك انت نفعت من ضريت نفسك. ولا تشعره كمان انك انت نفعت وضريت نفسك. ولا تشعره في يوم من الايام. ولو بعد 100 سنه تقول له فاكر من 100 سنه ايه؟ ما تقولوش دي. يبقى مش فاكر. مقام فتوه. فالشرع عايزك تبقى فاكر. فتوه يسموه مقام الفتوه في التصوف. ويسموه مقام الجنتلمان في الانجليزي. فهمت ازاي؟ ومقام الفروسيه. واخد بالك عند العرب حتى قبل الاسلام يقول لك فلان ده فارس نبيل نبل يعني عنده نبل وعنده شهامه. لان في المقامات دي كلها دي معروفه عند العرب. فهو عايزك تبقى راجل شهم نبيل. وربا القرض اللي هو رابع ربا وهو كل قرض بر نفع للمقرض غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا الا اذا شرط في عقد. ليه غير نحو رهن؟ جايب لك ان الرهن احيانا تنتفع به بالمرهون اذا اكلته وشربته. يعني ايه؟ يعني انا رهنت عندك الجمل بتاعي لحين ما سددت لك الثمن فصار الجمل ده رهن عندك. طب ما هو الجمل ده بياكل ويشرب ما هيكلفك. ما انت حبسته عنك هتجيب له كل يوم اكل وشرب ومقابل انك هتاكله وتشربه في الجمل. فده ما يعتبرش جر ده. هتكفي لك الا الرهن. فهمت بقى ليه استثنى الرهن؟ طب افرض ادالك ايه؟ ناقه. الناقه دي انثى الجمل. هاكلها هتجد يستعمل لبن، هحلب اللبن. يبقى اللي ياكلها هو اللي ياخد لبن. لو ملكها اللي ياكلها يجي ملكها كل يوم يخبط عليا يحلب وياخد لبن، انا هو اللي ياكل. طب لو انا اكلتها وهي مرهونه عندي ياخد لبنها مقابل اطعام وشرب. يبقى من اطعم واخد بالك وقام بمؤنتها يبقى هو اللي ايه له يركبها وله يشرب لبنها. مقابل ايه؟ الاطعام. فهمت بقى؟ عشان كده استثنى الرهن. لكن لا يحرم عندنا الا اذا شرط في عقد، لكن لو كان من باب حسن العشره لا بأس. ولا يختص بالربويات، يبقى ربا القرض ما يختصش بالاجناس الربويه مطلقا بقى. بل يجري في غيرها كالعروض. زي قلت لك ان الربا لا يدخل في غير المطعوم ولا النقدين الا في باب القرض. ذاكر في المقدمه؟ عشان كده. فالعروض والحيوانات، العروض زي الثلاجات والسيارات والعربي والقماش والعقارات والاراضي اللي هي الاطيان وكل حاجه والاشجار. كل الحاجات دي كلها عروض، عروض تجاره، كل ما يصلح لان تتاجر فيه اسمه عروض. يدخل فيه الربا في القرض. والحيوانات، الحيوان اللي ماشي على رجليه، لانه لو اتقطع بقى لحمه بقت مطعوم فبقت بنت ربو. لكن طول ما هو حي وماشي على رجليه يبقى مش بنت ربو. لكن يدخل فيه الربا في القرض. ومنه الغاروقه المعروفه، الزرقة في يمهم، ايام الشيخ البيجوري حاجه اسمها الغاروقه، فهي حرام الا اذا باحهم من ساعه الارض خارج العقد. يعني ايه؟ يعني الظاهر ايه؟ عقد كان ايام الشيخ البيجوري في الارياف كان يوضع يده على ارض المزارع لحين ما يسدد ديونه. واخد بالك ازاي؟ يقوم طالما ما شاركش في العقد ان هو ينتفع بالارض طالما ان ينتفع لحين ما يبقى يسدد ديونه. واضح؟ فلو ان ينتفع به لكنها حرام. إلا إذا أباحه من ساعة الأرض خارج العقد. قوله بألف مكسورة الربا، يعني كل الربا ألف مكسورة أي مع كسر الراء أو مع فتحها ربا وربا. فهو بألف ممدودة
ويقال فيه رمى بالميم بدل الباء وهو حينئذ بكسر الراء وفتحها مع المد والقصر، رمى ورماء وربا ورباء، ويكتب بالالف والواو معا كما في المصحف العثماني نظرا للاصل. انت لما تيجي تسمي ربا تقول ايه؟ ربويان او ربويان، شوف جت الواو يبقى اصل الالف كانت واو بنت التسميه كويس، والصفه تقول هذا بنت ربوي جت الواو فدل على ان الالف اصلها واو، فهمت؟ فبيبان في التثنيه وبيبان في الصفه وبيبان في ايه؟ في الحاجات دي. نظرا للاصل وللبدل معا فان اصله ربا و ربا و ربا و، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ربا و ربا و فقلبت الفا لما قبل الواو ايه؟ باء مفتوح وفتحنا كمان الواو، فطالما فتحنا الواو قبلها مفتوح نقلب الواو الف تسهيلا في النص. قلبت الفا وبالياء وحدها في غير خط المصحف ربا ياء يرضي يرضي بالياء يعني في غير خط المصحف نظرا لإمالته عند بعض القراء وان كان واويا الربا الربي الربي عند مثلا ابو عمرو الدوري يراتب الربي بالايه؟ بالاماله الكبرى. فالايه فبعض العرب تروح كاتبها بالياء نظرا للاماله مع معرفه ان اصلها واو وانها نطقها الف، فهمت بقى الحكايه؟ قول لغه يعني ايه لغه؟ معناها معنى الربا لغه هي الزياده. قال تعالى اهتزت وربت اي زادت ونمت، فيقال رب الشيء اذا زاد سواء كانت الزياده بعقد او لا وسواء كانت في العوضين او في احدهما. قوله وشرعا تعريفه بقى المعنى الشرعي، عطف على قوله لغه قول مقابله مقابله، هو قال شرع هنا ايه؟ مقابله عوض باخر مجهول التماثل في معيار الشرع حاله العقد او ما تاخير في العوضين او احدهما. ده التعريف اللي هو اختاره لك، ليه تعريفات كثيرة بس اختار لك التعريف. مقابلة أي عقد ذو مقابلة إلى آخره، فإذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معطاء وهو الواقع في أيامنا غالبا لم يكن ربا، وإن كان حراما لكن أقل من حرمة الربا. يعني إيه؟ يعني أنا حطيت كلمة قمح جيزة حطيتها قدامه كده من غير ما اكلمه ورحت واخد كلتين قمح بخير بس وما اتكلمناش، ده اسمه معطاء حرام عند الشافعية لكن ليس ربا، بس حرام من الصغائر واضح؟ لأنه يعتبر عقد فاسد، في فرق بين العقد الفاسد والعقد الحرام، فهمت بقى الصورة دي؟ يبقى برضه حرام برضه بس مش ربا لانها معطاة، معطاة يعني بغير الصيغة بغير اللفظ. هات وخد كده من غير ما نتكلم. زي انت تروح للراجل كده ترمي له الجنيه وتروح تحت الجرنان، استناك ماشي. دي اسمها معطاة. ده اللي بيحصل ساعات. وساعات برضه ايه؟ في المكنة اللي بيعملوها دي. تحط جنيه الناحية دي وتروح لايف على زرار ينزل لك كوكا كولا، زرار تاني ينزل لك كيتشيب. تروح واخدها واستناك ماشي، بغير صيغة. عقد بغير صيغة. على الشافعية المذهب ده ان البيع ده باطل ولا ينبني بيه تملك وحرام تاكل الحاجات دي ولا تشربها. ده على الجليل عندهم. ولكن بعضهم قال لك يجوز في محقرات الامور دي حاجات فاسده. حاجات فاسده يجوز مطلق. وعند الملكية يجوز المعاصاة المحقرات. مش كده برضه؟ وفيها المذاهب. اي عقد ذو مقابله الى اخره، فاذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معطاء وهو معطاء تكتب يعني بغير صيغه. تكتب فوق المعطاء يعني ايه بغير صيغه، تبقى فاهم كل كلمه كده مش تبقى ماشي بتقرا وخلاص. والصيغه اللي هي الايجاب والقبول، جئتك كذا بكذا تقول له قبلت. ادي الصيغه. فهمت؟
وهو الواقع في ايامنا. طبعا صعب تروح للراجل بتاع ايه الفول والطعميه تقول له ايه بعني سندوتش فول وطعميه مقابل نصف جنيه للسندوتش، ثاني يقول لك قبلت يروح لابس وده وهو قدامه طابور طويل هيخلص امتى؟ هتبقى صعبه دي. فعلشان كده ايه احنا نمشي على مذهب ان الامور المحقرات دي مش عايزه فيها. سهل تديله البون وهو ساكت يدي لك البتاع كده وتمشي. وانت ايه؟ زي ما الناس بتعمل دلوقتي. ايه؟ لو قلت كده هيتريق عليك ومش هيبقى هيلم عليك لام الكلاس تتفرج عليك. ده مالهاش لازمه. قوله عوض مقابلة عوض بآخر، عوض أي مخطوط طبعا، عوض المخطوط هو يعني حقه يقول عوض مخطوط لأنه مش أي عوض عشان يدخل الجنس الربوي الأنواع الربوية، عوض مخطوط وهو الربا والذي هو النقد والمفعول. يبقى لخص لك الجنس الربوي كلمتين، النقد اللي هو الذهبية والفضية والمفعول اللي هي الطعمية. فلا ربا في غيرهما كنحاس وقماش. كويس؟ وقول مجهول يعني ادم ما فيش ربا في القماش ممكن اديك قميص تديني بداله قميص مش مشكله يعني التماثل سهل لان انا مش جنس ربا ممكن اديك انا مترين بسه تديني قدامهم مثلا 3 متر دمور او 10 متر خيش. فهمت؟ لانها تتفاوت لأنه مش الناس الروية مش مشكلة عندنا. وقول مجهول التماثل عبارة غير غير معلوم التماثل فيصلح بمعلوم التفاضل وبمجهول التماثل والتفاضل. يعني لما يقول غير مجهول التماثل يصلح بإيه؟ بمعناه غير معلوم التماثل أو يصلح كمان بمعلوم التفاضل اللي معروف إن هما مش متساويين. وبمجهول التماثل زي ما قال لك خد كومة القمح دي بكومة القمح دي مجهول التماثل. ايه كومة بكومة؟ ما لازم نكيلها. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه مجهول التماثل. وكذلك مجهول التفاضل وقوله في معيار الشرع. يبقى لما قال ايه؟ مجهول التماثل بأخر مجهول التماثل عشان يحترز من ربا الفضل. يحترز من ربا الفضل. في معيار الشرع متعلق بالتماثل ومعيار الشرع هو الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والزرع في المزروع. يبقى لازم يبقى معلوم التماثل الحاجه اللي بتتعرف قدرها بالوزن يبقى الوزن في الموزون، بالكيل يبقى الكيل في المكيل. طب بالعدد البيض ده مفعوم ولا مش مفعوم؟ بنشتريه بالكيلو ولا بالكيله ولا بالعدد؟ يبقى لازم نعتبر العدد. هديك 10 بيضات تديني 10 بيضات. فهمت ازاي؟ ما تقوليش اصل دي بيت بلدي وده بيت مزايا، ما ينفعش. لازم العدد لان ده جنس ربوي، لازم التماثل والتماثل يتم بالعدد، ولازم التفاوض ولازم الحدود. فهمت؟ واضح؟ ما تقوليش اصل ده بيت نعامه ودي بيت بطه ولا بيت دجاجه، ما ينفعش. طب ومين اللهبل بقى اللي يدي لك بيضة نعامه ببيضة فرخه؟ لا. طب والحل ايه؟ ابيع بيضة النعام بنقد واشتري بالنقد ده بيضة الفتح وشيخوت الفتح، ده الحل، انما ما عملتش تبادل بيها. فهمت ازاي؟ سهله الحكايه. البطيخ بالعدد ولا بالوزن؟ اذا كان في بعض البلاد بيوزنهم يبقى بالوزن، اذا كان في بعض البلاد بيعدوا بالعدد يبقى بالعدد. يبقى التماثل في معيار الشرع في العدد بالمعدود، بالكيل في المكيل، بالوزن في الموزون، فاهم؟ وبالزرع في المزروع. لو كان بالطول تشتري الشمامه بالطول يقول لك دي شمامه نص متر مثلا، يبقى لازم نبدلها بشمامه نص متر. لو كان كده يعني، لو كان كرة كده جبلا يعني، لكن مش موجود الحكايه دي. يعني المهم ايه؟ يبقى تتحقق التماثل بالزرع في معيار الشرع. خلص ودخل بذلك ما لو كان معلوم التماثل لكن في غير معيار الشرع كوزن المكيل وكيل الموزون فانه يصدق عليه انه مجهول التماثل في معيار الشرع. يعني افرض ان ما كان موزونا في الشرع صار مكيلا في بلد اخرى
يبقى ده مش فلوس بالمقلبة، لان انا مش هعرف هتحقق من التمام، يبقى اشتريه بجنس غيره، واضح؟ لانه صار غير متحقق التماسك بمعيار الشخص. يعني مثلا هديك مثال، البر في عصر النبي كان يكال، والبر في عصرنا يوزن، واضح؟ انت لما تروح تجيب عصر تجيبه بالكيلو ولا بالكيلة؟ بالكيلو. بالكيلو ايام النبي كان بالكيلة، يبقى تحقق التماسك في معيار الشرع يبقى بالكيل في القرن، لكن احنا الوقت تغير العرض صار بالوزن، يبقى ما ينفعش اجيب قمح بقمح وزنا بوزن، لا ما ينفعش، يا اما يوافي يدوني كيلا بكيل علشان ده هو ده معيار الشرع، يا اما بقى اشتريه بحاجه ثانيه مش بجنس، واضح؟ عشان اهرب من الفكره، يبقى لازم في معيار الشرع، فما كان موزونا في معيار الشرع اذا صار مكيلا يبقى لا تتحقق التماثل الا بما كان في معيار الشرع. لا عبرة بالوصف في هذا المثال، العبرة بالشرع في هذه المثال، فهمت؟ الحمد لله احنا الوقت السوق بتاعنا مش قايم على المقايضة، لكن ده من باب بس انك انت تربي الملكة الفقهية يعني، لكن السوق بتاعنا مش مبني على المقايضة بس. لأن الربا حرام شديد والحرمة الشديدة فيه تخلينا نحتاط فما نتوسعش، الحرة شدة حرمتي تمنعنا من التوسع، واضح؟ بس هو هنا في سؤالين بس بيقول ايه، كيف نجمع بين قول النبي كل قرض جرناه فهو ربا وبين اجتهاد القائل بان القرض الاستهلاكي يختلف في الحكم عن القرض الاستثماري، في حين ان في لفظ كل يفيد العموم. لان العبره بالايه؟ بالالفاظ والمباني ولا بالايه؟ ولا بالمعاني؟ يعني العلبة من العبرة بالمعنى ولا باللفظ؟ خلاف بين الفقهاء. أنا أما أقول لك دلوقتي خذ هذه النظارة وأعطني المحمول الذي معك أشتريه حتى آتي إليك بثمنه. طيب خذ هذه النظارة، النظارة دي صارت مع رب، مع إني ما لفظتش باللفظ خالص. لأن صارت معنى رب. يبقى العبرة بالمعنى. أو أقول مثلا إيه، اشتريت منك مثلا هذا الشيء وخذ هذه النظارة حتى أتيك بثمنها، هل يبقى معنى خذ هذه النظارة دي تبقى دي عوض ولا رهن؟ رهن. يبقى العبرة إيه؟ بالألفاظ بالمعنى مش باللفظ. لما نيجي بقى كل قرض غير مثلا، القرض معروف في لغة العرب إن هو ما يأخذه الإنسان لقضاء بعض حاجاته، ده تعريف القرض، فكل قرض تتوفر فيه هذه الشروط يبقى هو جرى نفي بريد. طيب افرض إن الناس الآن تعرفوا على كلمة القرض فيما يأخذه الإنسان يستثمره في الحياة ويعمل بيه شركة كبيرة مش يستهلكه، فيعمل شركة، شارع هذا القرض معناه معنى الشركة المضاربة مش معنى القرض، فالناس بقت تسميه قرض لان هو مضاربه، فما يخش في اللفظ لانه بقى معناه مختلف. لما اجي انا اعطي للبنك المال بتاعي، البنك ده بياخد المال ده يستثمره في مشاريع، مقابل هذا الاستثمار بيديني جزء من الربح. كويس؟ لو عكست الحكايه، جيت انا رحت خدت من البنك جزء من ماله على سبيل بيسميه البنك قرض، لكن انا هاخده هقدم له مشروع استثماري يدرس، لازم المشروعات في البنك تدرس ودراسه الجدول تدرس، ولو تسال المربح يروح مديني كذا مليون، اعمل انا المشروع ده، ده زي اللي ياخد قرض ياكل ويشرب بيه ويشتري عربيه يسلم، ده غيره، ده بيستثمر، ده اصبح شركه، ده مضاربه، يبقى من حق هنا البنك انه ياخد مقابل الاستثمار، وما ده قرض غير نفسه، ده مقابل استثمار، عائد استثمار، فتغير التوصيف، فهمت بقى ازاي؟ وانت تاخد العقد بالقرض. ما هو هنا بقى بنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنسموه القرض غير الاسم علشان ما يشتركش بس، لكن هو بهذه الصوره الناس قال لك ايه؟ بعض العلماء قال لك بنسميه قرض استثماري. ما بنسموش قرض استهلاكي.
فالقرض الاستثماري يجوز انه ايه ياخذ البنك مقابل عائد فيه، لانه ده مقابل استثمار هذا المال. والقرض الاستهلاكي لا يجوز للبنك ان ياخذ فيه عائد لانه حرام. وعشان كده الدكتور شوقي الصدري له مقاله كويسه في الاهرام الاسبوع الماضي بيقول ان العقود القروض الاستهلاكيه للناس الفقراء يعني الفقراء المسلمين اللي بيحتاجوا حق البنك يديها لهم بفائده زيرو صفر يعني بلا فائده خالص من الاموال اللي هي موجوده في الحساب الجاري في البنك اللي هو اصلا ما بيعطيش عليه ما بياخدش ما بيديش عليها ريال. فهي اصلا تكون عنده نفس قيمتها يبقى يفرضها وياخد نفس قيمتها. واي بنك عنده حوالي 20% 30% من المدخرات بتبقى ايه حساب جاري فيستطيع ان هو يعمل القرض الذي لا يضر الناس ويواتي فيه الفقير وتبقى الربح فيه زيرو وما ياخدش فائده الا على القروض الاستثماريه الموظفه في المشاريع بس. فهمت ازاي؟ ودي مقاله لطيفه يعني هتحل ازمه كبيره لناس كثيره في التعامل مع البنك. لكن على اي حال ليست لفظ كل من الفاظ العموم ما لم تكن هناك قرينه. هي كل من الفاظ العموم ما لم تاتي قرينه قريبه عن عمومها زي ايه تدمر كل شيء بامر ربه فاصبحوا لا يرى الا مساكنه ولا تدمر الا قرى قوم لوط ولا قوم عاد. مشكله في الاحقاف ما دمرتش الا الاحقاف لكن دمرت كل شيء في السماوات والارض وما فيهن. كل شيء يدخل فيها السماوات والارض وما فيهن والكره الارضيه والمجرات السماويه والشمس وكل حاجه مش كده برضه؟ كل دي لو الفاظ لكن الواقع ان ربنا عبر بالكل ولم يقصد الا الجزء. فهمت ازاي؟ فاذا جاءت قرينه تصرف كل عن معناها العموم. فليس هي من الفاظ العموم مطلقا لكنها تكون من الفاظ العموم ان لم تكن هناك قرينه صريحه عن العموم. واضح؟ هل وقت اسلام العباس ثابت ومعروف بدقه ام فيه اقوال؟ الراجح في كل كتاب السير ان سيدنا العباس اسلم سرا في بدر وانه خرج مكره في جيش بدر كمان وكان مسلم سرا ولانه كان دي تجارات شاسعه خاف على تجاراته لو اثر الاسلام فخرج في الجيش المشركين سرا ولم يقاتل كان واقف في الجيش مكسر بس لم يقاتل ودرج عليه الاسر وفك واشترى نفسه ثم عاد الى مكه ليزاول تجاراته ولم يسلم يشهر الاسلام يعني الا في عام الفتح. كويس؟ هذا النبي عليه الصلاه والسلام نص حديث البخاري اللي بنشوفه مكتوبين. نص على اسم لانه مكره قال لهم ده خارج مكره قال لهم ده خارج مكره بس علشان مكتوب منه. فهمت ده ازاي؟ كل كتاب السير قايلين كده معظم. طيب بلاش قصة العباس، أجيب لك قصة ثانية إن النبي أقر عقود فاسدة مع الكفار. كل الناس عارفة لما سيدنا أبو بكر الصديق نزل الغرب يسجون في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين راهن أحد الكفار على إن هتنتصر الروم بعد ثلاث سنين، فلما عرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ زده في إيه؟ في الرهان ومدني في الاجل وخليها الى تسعه. كده برضو عارفين القصه دي كلكم. فراح للراجل قال له خلاص بدل ما كنت على مثلا ثلاث جمال خليها على تسع جمال بعد تسع سنين. في خلال تسع سنين وهي نصح عقد باطل. وتم نصرة ايه؟ الروم بعد تسع سنين بالفعل على كرسي وكان النبي ساعتها هاجر وراح المدينه والراجل اللي راهن ابي بكر الصديق مات فسيدنا ابو بكر اخذ من وراثته الرهان بامر النبي اهو والرهان عقد باطل لكنه خد منه المدن اهو ده صورة تانية اهو لو انت تعبان من العباس اتعب من انت حلها لي ما انا بقول لك هو حلها لي بقى لكن راي الاحناف راي وجيه على اي حد في هذا العصر لان المسلمون الان ليس لهم دوله وليس لهم قوه سياسيه وليس لهم نظام اقتصادي مستقل وبالتالي يصعب عليهم تحري هذا الباب وبالتالي مراعاه ضعف المسلمين وفقه المسلمين في حال ضعفهم يوفر عليهم ازمات كثيره في حياتهم لحين ما ربنا يجبرهم.
بالاتحاد وبالقوة والأرض. وقول في معيار الشرع متعلق بالتماثل، وقول حالة العقد ظرف لقوله مجهول التماثل وهو قيد لابد منه، ودخل به ما لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد، بأن تبايع بيديك مثال ازاي يبقى معلوم التماثل وليس في حالة العقد، انك تبايع جزافا كصبرة قمح بصبرة قمح، يعني كومة قمح بقومة قمح، جزافا ساعة العقد كانوا كده جزافا، لما جم يكيلوها بعد ما تم العقد لها متماثل، هو ده برضه ما ينفعش، لأنه ساعة العقد كان غير معلوم التماثل، بالرغم إن هو حال التسليم طلعت معلومة التماثل، عشان كده كلمة إيه يعني معلومة التماثل إيه حالة العقد، يعني وقت العقد، افهم كلام الفقهاء علشان دقيق. حالة العقد يعني حالة العقد يعني وقت العقد، وقت إجراء العقد، في حال العقد حالة العقد عندك مكتوبة إيه؟ مكتوب لي حالة العقد. ها؟ حالة مكتوب لي حالة العقد. لا حالة العقد. طلعوا كان معلومة في نفس حالة العقد أي وقت العقد. لا حالة هي مكتوبة. لا حالة العقد. معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد، يعني مش وقت يعني كان معلوم في غير حالة. ايوه ما لو كان ده بيشرح لك الصوره، ده بيشرح الصوره هنا هم بصين في السطر اللي فوق، بص السطر غير السطر يا استاذ، هم بصين في اللي فوق ده. ايوه اقرا بالراحه، احنا التعريف بنقول حالة العقد، فبيديك صوره ازاي يبقى معلوم التماثل لا في حالة العقد. افهم الكلام، لقوله مجهول التماثل الوقيت لابد منه، ودخل به ما لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد، بأن تبايع جزافا كصبرة قمح بصبرة قمح ثم خرج سواء، فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد، وألف التماثل للعهد الشرع، وهو لا يعتبر شرع إلا في متحد الجنس، متحد الجنس والعلة، طبعا طالما متحد الجنس يبقى متحد العلة على طول، مش محتاج سواء متحد الجنس يبقى متحد العله كامل، ذهب بذهب، بر ببر، ملح بملح، تمر بتمر، وهكذا. فقول مجهول التماثل اي في متحد الجنس، فاندفع ما يقال ان الشق الاول يسبق بغير متحد الجنس، فيقتضي ان البيع فيه ربا ولو وجد الحلول والتقابل وليس كذلك. وقوله او مع التاخير في العوضين او احدهما، أي أو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في العوضين أو أحدهما، سواء كان متحد الجنس أو مختلفين، لكن مع الاتحاد إلا الربا التي هي النقدية في النقد والمطعومية في المطعوم، فيخرج بذلك ما لو باع برا بدراهم مع التأخير المذكور فليس ذلك ربا لاختلاف علة الربا. والمراد بالتأخير ما يشمل تأخير القبض أو الاستحقاق، فيصدق بربا النساء. والحاصل أن الشق الأول خاص بمتحد الجنس، والثاني عام لمتحد الجنس ومختلفيه، سواء كان التأخير للقبض أو للاستحقاق، وبهذا تعلم أن أو للتنويع وهي لا تمنع في الرسوم، أصل في ناس اعترضت على التعريف ده، قالوا إن التعريف ده فيه أو وأو للشك، وطالما التعريف دخل فيه الشك يبقى لا يصح، قالوا ده أو هنا للشك أو هنا للتنويع، انا ما اقصدش الشك، هو بيرد عليه. قوله والربا حرام، قال المحشي اذا انتفت الشروط المقتضيه للصحه، وظاهره انه اذا وجدت الشروط يكون ربا، لكن لا يكون حراما، وليس كذلك بل لا يكون ربا الا اذا اختلت الشروط، فان وجدت فلا يكون ربا، وتحريمه تعبدي لا يعقل معناه تحريم الربا. طب ليه ربنا حرم الربا؟ اشمعنى يعني؟ طب ما هو اجاز نفسه عدم توافر هذه الشروط في الاجناس غير الربويه. طب ليه يعني؟ اشمعنى اختار ليه يعني؟ تعبد؟ ليش اشمعنى؟ تعبد واضح؟ لكن بالنسبه للاجناس بعض طبعا علماء العصر الحديث قال لك ان ده فيه تضييق للفقير، لان هذه الاشياء حيويه بالنسبه للفقير وحيويه بالنسبه للاقتصاد، وتؤدي الى مش عارف انهيار الاقتصاد ايه تعمل ايه؟ وقعدوا بقى بعض علماء في هذا العصر الحديث بعد ما اتسعت النظره الاقتصاديه العامه للامور، وعرفوا ان فعلا الاجناس الربويه دي يعني ايه التلاعب فيها
وعدم توفير هذه الشروط يؤدي الى اختلال شديد في اقتصاد الدول وفي اقتصاد الناس، ويشكل فيه عله مهمه وهي المحافظه على مصالح الناس والتوازنات. لكن العلماء بتوع زمان كانت ايه ضيق الافق من خلال ان كل واحد بيناقش من خلال القريه اللي مقيم فيه، انما بعد ما اتسعت النظره وصار العالم كله كقريه واحده فاصبح الامور مختلفه. فبان حتى اديك انت التعاملات اللي موجوده في اوروبا، واديك انت شوف عملت انهيار اقتصادي رهيب ازاي احنا كلنا بنعاني منه الان بسبب التعامل الكبير. فلا يقاس على جنسي النقد والمطعوم جنس ثالث. واما بالنسبه لبعض الافراد فقد يعقل لثبوت الربا فيه معنى قياس عليه معنى فيقاس عليه غيره مما شاركه في هذا المعنى، ولذلك يقولون فالحق به فالحق به ما في معناه. وبهذا يسقط ما يقال ان القياس لا يدخل الامور التعبديه. هو بيقول لك انت مش بتقول لي ان العله فيه تعبديه صار انت بتقيس ليه فيه؟ ما احنا بنقول بنقيس في الحاجه لما تبقى فيها عله مشتركة. انت هنا بتقول لي العله تعبديه، ليه يا عم الشيخ بتقيس بقى؟ قال له لا، في بعض افراده العله فيه واضح، في بعض افراده دفعانيه بس وكانت نقديه. فهمتني ازاي؟ العله هنا عله وصيه، مش عله للحكم ذاته، بل عله في وصف الجنس الربا بنفسه. فالعله الوصيه دي عله تقطعانيه لوصف، مش عله التحريم. ده عله وصفه كونه جنس ربا، مش عله التحريم. لكن عله التحريم ما زالت تعبديه، بس فرق بين دي ودي. فهمت بقى ازاي؟ وانما يكون اي يوجد ويتحقق الربا الشرعي قوله في الذهب والفضه اي ولو غير مضروبين كحلي وتبن، وقوله وفي المطعومات ومنها الماء العذب عرفا فهو ربوي لانه مطعوم، قال تعالى ومن لم يطعمه فانه مني. ومنها ايضا الترن لانه يؤكل بعد نقعه في الماء، قال ابن قاسم واظنه يتداوى به. ومنها ايضا البن فانه يتداوى به، وانما اعاد في اشاره الزهر البني ايام ما كانوش بيشربوه كانوا بيتداووا بيه، كانوا بيختموا بيه الجرح بس وخلاص ما بيشربوش، لما بيشربوه بيختموا بيه الجرح بس يكون بني غير البني. ومنها ايضا البن فانه يتداوى بيه. وانما اعاد في اشاره الى ان الربا لا يكون فيها مع الذهب والفضه لعدم اتحاد عله الربا كما مر قوله وهي ما يقصد الى اخره، اي ما يقصده الله تعالى. وما يقصد غالبا للطعم اختياسا او تفكها نقطا بحته ان شاء الله. تحبوا تقروا الحته اللي جايه دي لوحدكم وتوفروا عليها وننقل اللي بعدها، ولا نقراها مع بعض؟ ها؟ نقراها مع بعض؟ لان احنا شرحناها. انتكم بتتعبوني. شرحناها. نقراها مع بعض. لا انا عاوز نخش على بعدين. عايز تخش على بعدين ولا نقراها؟ لا نخش على بعدين. فكروا بوجودي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.